الصورة اللي قدامكم دي هي صورة سباق سريع، سباق بين 4 كلاب وفهد. الهدف من السباق هي معرفة مين الأسرع، هل فصيلة الكلاب دي أسرع ولا الفهد أسرع. لكن أول ما السباق بدأ الفهد ما اتحركش وقعد في مكانه زي ما انتوا شايفين. الناس سألت الراجل اللي منظم السباق ايه اللي حصل، ماله الفهد؟ الراجل بص للفهد وقال لهم الفهد عارف انه ما يتقارنش بالكلب، مش معنى كده في إهانة للكلب، بس المسج من القصة إن محاولة إثبات إنك الأفضل أحيانا بتكون إهانة ليك. ما تنساش الفولو واللايك.